وسهلا بكم اعزائي طلبه وطالبات التعليم الفني الصناعي للصف الثاني في برنامجنا في بيتنا مدرسه في ماده الفيزياء. احنا خدنا حلقه سابقه كنا بنتكلم فيها عن المواقع الساكنه. اتكلمنا عن الضغط وقلنا الضغط العادي اللي هو بتاع جسم صلب، اتكلمنا عن الضغط الجوي، وتكلمنا عن ضغط الغازات، وعرفنا ان انا اقدر اجيب حاجة اسمها الصيغة الرياضية، دي حاجة جديدة عليا في سنة تانية، وقدرنا من التعريف اقدر اجيب القانون بتاعي. خدنا كمان بعض الاجهزة اللي بتقيس الضغط زي الضغط الجوي، جهاز بارومتر تورشيلي او بارومتر الزئبقي، وشفنا ازاي بيتكون من حوض في زئبق وانبوبة منكسة مملوءة بالزئبق، وارتفاع الزئبق ده بيبقى 76 سنتيمتر زئبق. اتكلمنا كمان عن حاجة اسمها المانومتر، وقلنا ان هو جهاز لقياس ضغط الغازات، اي غاز احب احدده اذا كان تقيل او خفيف، واقدر ان انا احدد واجيب الضغط بتاعه. طيب هنكمل بقية الخصائص بتاعت المواقع الساكنة بتاعتي. هناخد ايه بقى النهاردة؟ هنتكلم عن حاجة اسمها قاعدة باسكال. لو انا استرجعت حاجة بسيطة جدا، الحصة اللي فاتت في اخرها قلنا ان في حاجة اسمها وحدات قياس الضغط الجوي، ولقينا فيه من ضمن الوحدات الوحدة الثانية اسمها باسكال، العالم باسكال. ايه العالم باسكال ده؟ ذكر بعض وحدات، قال ان وحدة الباسكال دي بتقيس الضغط الجوي وهي تساوي او تعادل نيوتن لكل متر تربيع. باسكال ده عمل قاعدة باسمه، وقال اذا انا مثلا جبت سائل وضغطت عليه، طبعا لما اضغط على سائل الضغط ده بيزيد بيقعد يزيد لغايه ما بيحصل زياده في جميع انحاء السائل، وبالتالي اقدر ان انا استخدم قاعده باسكال. بستخدمها في حاجات كتيره جدا، ابسطها فرامل السياره زي ما هنشوف كده مع بعضينا. قاعده باسكال بتقول ايه؟ اذا اثرنا بضغط على سائل محبوس في اناء، يعني موجود في اناء ما بيخرجش منه، فان هذا الضغط ينتقل الى جميع اجزاء السائل وجدار الاناء الحاوي له. طيب عشان ادرس قاعده باسكال في تطبيق ليها مباشر يسمى المكبس الهيدروليكي. بصوا منظره ايه، هي دي موجوده في العربيه، هو عباره عن شكل حرف يو كده. اللي بيتكون من ايه المكبس ده؟ عباره عن دواسه صغيره او مساحه سطح صغير اللي هي ناحيه الشمال، مساحه مقطعها الصغيره دي ايه سمول، والمكبس الكبير الاخر اللي هو الكبير ده على ايدي اليمين مساحه مقطعه ايه كابيتال. انا بعمل ايه؟ انا بضغط على المكبس الصغير بقوه، القوه طبعا هو مكبس صغير يبقى اكيد القوه بتاعته صغيره. لما بضغط وادوس على المكبس الصغير ده بتبتدي تزداد هذه الضغطه بسرعه كبيره جدا في ارجاء السائل، يعني في كل السائل كده، ويقعد الضغط بسرعه 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 بيزيد، ويجي يروح دايس ويضغط على الايه اللي هو المكبس الكبير بقوه كبيره، فبالتالي كده انا بقدر استخدم فرامل السياره. طبعا ببساطه جدا انا في بعض الاحيان مثلا لو انا سايق عربيه ايا كان نوعها او كبيره او صغيره، مجرد ما بدوس دوسه صغيره على الفرامل، طبعا كلنا عارفين دواس الفرامل دواس صغير جدا جوه العربيه، اللي بيفهم في الميكانيكا العربيه بيعرف ان الدواسه دي متصله بزيت الفرامل من اسفل اللي هي الانبوبه اللي شفناها، وبعد كده متصله بمكبس كبير في العجل الخلفي للسياره، مش العجل الامامي الخلفي. اللي بيحصل مجرد ما بدوس دوسه صغيره على السائل ده اللي هو زيت الفرامل بتزداد بسرعه كبيره الضغط عليها، طبعا انا بدني دايس لغايه ما العربيه بتقف، مش بدوس وراح رافع ايدي سوري رجلي، بدني دايس لغايه ما الضغط بيزيد بسرعه كبيره جدا وينتقل في ارجاء السائل عندي، وبالتالي بيضغط على المكبس الكبير اللي بيعمل على وقف السياره في الحيل. يعني العمليه دي كلها ما بتكملش دقيقه اصلا، بتبقى جزء من الدقيقه. طبعا متصل بالعجل الخلفي عشان العربيه تقف ما تتقلبش، يعني ايه؟ لو انا المكبس الكبير ده اللي هيوقف السياره من الامام، هتبقى لسه العجله خدناها في سنه خمسه، العجل الخلفي بيتحرك فممكن العربيه لا قدر الله تتقلب، فمتصل بالعجل الخلفي. ده بنسميه المكبس الهيدروليكي، بيتكون من قلنا مكبسين، مكبس صغير مساحه مقطعه ايه سمول، باثر عليه بقوه اف سمول عشان لما نعمل الاثبات دلوقتي. المكبس الكبير هو عباره عن مساحه مقطعه ايه كابيتال، وباثر عليه بقوه كبيره طبعا هي السياره. يبقى عند الاسمول ده اللي هي القدم بتاعت الانسان،
اما طبعا بتبقى قوتها صغيره جدا. اما المدبس الكبير بيبقى القوه الكبيره بتاعته اللي هي متصله بالسياره. بيجي سؤال ساعات يقول ايه، اذكر تطبيق على مبدا باسكال او قاعده باسكال. هي هي ايه هو التطبيق؟ يعني استخدام في حياتي. طبعا كلنا يعني اللي عنده عربيه او بيركب مواصلات عارف ان الفرامل دي مهمه جدا. اسم الجهاز اللي هو المكبس الهيدروليكي، وطبعا بسيطه جدا سهل جدا ان هو يترسم. انا ممكن اجي اقول اثبت او استنتج حاجه اسمها ايه الفائده الاليه للمكبس ده، ايه الفائده بتاعته الاليه بتاعته، عشان اجيبها لازم اثبتها. طب اثبتها منين؟ انا بضغط ضغطه صغيره برجلي، ضغط يعني بيه على المكبس الصغير. المكبس الصغير ليه ايه؟ اف سمول القوه اللي هي رجلي، وليه مساحه المقطع ايه سمول، يبقى الناحيه الشمال انا هضغط بضغطه بي، وفي اف اللي هي رجلي اللي هي قوه رجلي، وفي ايه سمول. طب انا اقدر اقول ان بي بتساوي اف سمول على سمول، ها صح ولا ايه؟ خلناها الحصه السابقه قلنا الضغط بيساوي القوه المؤثره على وحده المساحات. طبعا مش هتفرق معايا كابيتال او سمول، فهقول بي بيساوي اف سمول على ايه سمول. طب الناحيه الثانيه بقى، اذا زاد الضغط ده بسرعه بسرعه اللي بيحصل بتضغط السائل ده بيضغط على المكبس الكبير مساحه مقطعه ايه كابيتال، والقوه الكبيره اللي هي عند العربيه او وزن العربيه اللي هي اف كابيتال. يعني ممكن اقدر اقول ايه، ان بي اللي هو الضغط بيساوي اف سمول على ايه سمول بيساوي برضو ما هو نفس الضغط بيساوي ايه اف كابيتال على ايه كابيتال. نشوف مع بعض كده. يبقى انا قلت بي بتساوي اف سمول على ايه سمول بيساوي اف كابيتال على ايه كابيتال. انا هعمل ايه؟ خلاص البي مش عايزها، عايز الاف كابيتال لوحدها في ناحيه. طب انا نعرف ازاي نحلها؟ الايه هتخلص منها اوديها الناحيه الثانيه، هتبقى اف كابيتال بتساوي اف سمول على ايه سمول مضروبه في ايه كابيتال. يبقى انا مجرد بس خليت اف كابيتال عايزها فين؟ في ناحيه لوحدها. طيب هبتدي اعمل ايه؟ هحط المساحات فوق بعض اللي هي الايه كابيتال، ابدل الاف سمول مع الايه كابيتال، ويبقى في عندي اف بتساوي ايه كابيتال على ايه سمول في اف سمول. طب هل ينفع اتخلص من ايه سمول واديها للناحيه الثانيه؟ قال لي طبعا، هتبقى اف كابيتال على اف سمول بتساوي ايه كابيتال على ايه سمول، ودي بطلق عليها الفائده الاليه للمكبس الهيدروليكي. ممكن يجي سؤال يقول لي ايه؟ يعني ايه فائده اليه؟ اكتب الصيغه الرياضيه للفائده الاليه. ما معنى الفائده الاليه؟ طبعا دي اسئله مختلفه وهناخدها مع بعضينا بالتفصيل. كلمه الفائده الاليه هي قصادي اللي هي ايه كابيتال على ايه سمول بتساوي اف كابيتال على اف سمول. تعرفها ببساطه هقول هي عباره عن النسبه بين مساحه المكبس الكبير الى مساحه المكبس الصغير. قال لي بس انت هنا في حته انت ناسيها. ايه؟ انا لما بضغط على المكبس الصغير في حركه، في حركه بيتحرك المكبس، يعني في مسافه. طب الحركه دي هتعمل ايه؟ هتعمل شغل. ايه ده هو في؟ قال لي مجرد ما بضغط على المكبس الصغير في شغل هيبذل، وتبتدي الضغط تزيد تزيد ويحصل شغل يبذل ايضا على المكبس الكبير. طب انا هعمل ايه؟ قال لي النتيجه او طبعا لمبدا قانون خدناه في سنه خمسه ابتدائي وخدناه في اولى برضو ثانوي، مبدا قانون بقاء الطاقه اللي هو ايه؟ عندي الشغل المبذول على المكبس الكبير لازم يساوي الشغل المبذول على المكبس الصغير، الاثنين لازم يساوي بعض. طب انا المكبس الصغير ده اتحرك مسافه، المسافه بتاعته اللي هي واي 1. طب المكبس الكبير برضو اتحرك مسافه الى اعلى عشان يوقف العربيه، يبقى المسافه بتاعته واي 2. طب انا عشان اعمل اجيب الشغل، هو الشغل خدناه في سنه اولى، مين فاكر كان بيساوي ايه؟ قلنا الشغل هو عباره عن ايه؟ اذا اثرت قوه على جسم فانها تحركه مسافه ما. يبقى هو عايز الشغل عباره عن ايه؟ قوه ومسافه، القوه اللي هي اف والمسافه اللي هي الواي عندي. طب الشغل المبذول بقى عن على المكبس الصغير اف سمول في واي 1 بتساوي اف كابيتال في واي 2 اللي هو الشغل الذي يبذل على المكبس الكبير. طب هعمل ايه بقى؟ انا هحول المعادله دي لاف كابيتال على اف سمول. تبقى لما اف كابيتال يبقى هتخلص من واي 2 اوديها الناحيه الثانيه في المقام عكس مقص زي ما احنا عارفين، يبقى اف كابيتال على اف سمول بتساوي
واي 1 على واي 2. نشوف المنظر كده. يبقى انا عملت ايه عشان انا عايز اوصل احنا من شويه قلنا الفائده الاليه للمكبس الهيدروليكي اللي هي ايه كابيتال على ايه سمول بتساوي اف كابيتال على اف سمول. عايز ادخل كمان المسافه اللي احنا قلنا نتيجه لمبدا قانون بقاء الطاقه. فعندي في واي اللي هي المسافه بتاعتي، فاقول اف كابيتال على اف سمول بتساوي واي 1 بتساوي واي 2. ينفع اقول بتساوي ايه كابيتال على ايه سمول؟ قال لي طبعا قانون اهو. يبقى الفائده الاليه للمكبس الهيدروليكي ولما ادخل المسافه اف كابيتال على اف سمول بتساوي واي 1 على واي 2 بتساوي ايه كابيتال على ايه سمول. طبعا هو اثبات بيجي يقول لي ايه في الامتحان مثلا، اثبت او استنتج العلاقه الاتيه ويكتب القانون. ممكن يقول اف كابيتال على اف سمول بتساوي ايه كابيتال على ايه سمول بيساوي واي 1 على واي 2، او استنتج الفائده الاليه للمكبس، مش هيجيب العلاقه ذات نفسها. فطبعا هي علاقه سهله جدا، انا حافظ ان بي بتساوي ايه اف على ايه، وعندي اتنين واحد سمول واحد كابيتال، وابتدي اعوض وسهله جدا ان انا احسبها. ده لو جه قال لي استنتج. طب جه لو جه قال لي سؤال تاني، قال نشوف الاول الفيديو كده بيحصل فيه ايه. عم باسكال لما اكتشف الضغط، هو الوقت ضغط على الازازه من جميع الاتجاهات لقاها ان هي مالها بتنفجر. طبعا هي عشان انا بضغط عليها دي بلاستيك، فان هي سهله جدا تنفجر معايا. فقعد يفكر فقال لا انا ممكن اعمل ايه، اعمل حاجه ثانيه. ده العالم باسكال بتاعنا. فقعد يفكر قال ايه، انا هعمل هضغط على سائل، ادي جاب اناء في سائل وابتدى يحط عليه تقل وضغط. فلما بضغط عليه ابتدى ان الضغط يزيد، فاكتشف ان الضغط بيساوي اف على ايه. طبعا هستخدم الكلام ده في ايه؟ قال لي انا عندي تطبيقات كتيره جدا اقدر استخدمها، زي المكبس الهيدروليكي اللي احنا اتكلمنا عنه من شويه اللي هو فرامل السياره، اللي هو بيتكون من اناء كبير مساحه مقطعه كبيره واناء صغير مساحه مقطعه صغيره. زي ما نشوف في الفيديو كده، هو داس على المكبس الصغير بتقل صغير، فزاد الزياده بتاعه الضغط وارتفع عند المكبس الكبير اللي هو عنده التقل الكبير. وقال ان انا اقدر احدد الفائده الاليه في عندي اللي هي اف كابيتال بتساوي زي ما قلنا من شويه ايه كابيتال على ايه سمول في اف سمول. هو عايز اصلا الفائده الاليه، فهيقول ايه؟ احنا اتفقنا نلم الايه ناحيه فيها المساحات والناحيه الثانيه فيها القوه. فقال يعني انا اقدر اقول ان اف كابيتال على اف سمول بيساوي ايه كابيتال على ايه سمول. ايتا اللي هي الفائده الاليه بتساوي اف كبيره على اف صغيره بتساوي اف كابيتال على ايه كابيتال على ايه سمول. وبالتالي انا اقدر احدد واقدر احسب الفائده الاليه. طبعا سهله جدا ان انا بستخدمها في رفع السيارات في الجراج. انا لما اجي ارفع سياره عايز انضفها او اشوفها، برضو ممكن استخدم الفائده الاليه دي اللي هي تطبيق على قاعده باسكال والمكبس الهيدروليكي في الكوريك. كوريك اللي هو بقعد اضغط بيه وبيرفع لي السياره. في كمان ممكن ما حدش ياخد باله اللي هو كرسي اسنان الطبيب. انا لما بروح لدكتور السنان بنام على السرير ببص بيدوس على دواسه صغيره، ببص الاقي الكرسي ابتدى يرتفع الى اعلى. معنى كده ان ده برضو التطبيق للمكبس الهيدروليكي. يبقى انا عندي طبعا حاجات كتيره، بس طبعا معانا في المنهج اللي هو بس فرامل السياره او المكبس بتاعي. لكن عندي استخدامات كتيره في حياتي او تطبيقات كتيره في حياتي، اللي هي اذا كان مثلا الكوريك او اذا كان مثلا ارفعه في الجراج، او ان انا ارفع اللي هو ايه كرسي بتاع اسنان الطبيب. الفائده الاليه احنا قلنا هي عباره عن النسبه بين مساحه المكبس الكبير الى مساحه المكبس الصغير اللي هي ايه كابيتال على ايه سمول. ده لو قال لي تعريف ما جابش عايز اثبات. وممكن يجي ما معنى برضو اللي احنا خدناه من الحصه الحلقه السابقه، ما معنى ان الفائده الاليه للمكبس الهيدروليكي بتساوي 100. يعني ايه؟ احنا اتفقنا ما معنى او ما المقصود اللي هو عايز التعريف بتاعي. هقول ببساطه اي ان النسبه بين مساحه المكبس الكبير الى مساحه المكبس الصغير بيساوي الرقم اللي هو قايله اللي هو ال 100. يبقى انا بقول ايه كابيتال على سمول بتساوي 100 مساحه المكبس الكبير الى مساحه المكبس الصغير. يبقى انا كده قلت له ايه هو المقصود او ما معنى. لكن ممكن يجي سؤال تاني على هيئه مساله. طبعا احنا عارفين ان الفيزياء فيها كم كبير من المسائل، واي قانون باخده المفروض يبقى فيه تطبيق عليه على طول اللي هو مساله.
في بعض الاثباتات بتبقى طويله شويه، بس الطالب بيقدر بالتدريج بيقدر ان هو يحفظها. في طلبه يقولوا لا انا بحب المسائل اكتر، ماشي ما فيش مشكله، هو تقريبا يعني اكتر من تلت الامتحان بيبقى مسائل، بس هو لازم اصلا اجيب الاصل بتاعه اللي هو القانون بتاعي. طب هنا المساله بتتكلم عن ايه؟ في محطه خدمه لغسيل السيارات، كان قطر انبوبه الهواء المضغوطه في اله الرفع الهيدروليكي هو المكبس بتاعي هو 2 سم مربع، وقطر المكبس الكبير 32 سم مربع. احسب قوة ضغط الهواء اللازم لرفع سيارة كتلتها 1800 كيلو جرام، علما بأن عجلة الجاذبية الأرضية بتساوي 10 متر على الثانية تربيع. هو عايز ايه؟ المسألة بتتكلم عن مكبس وعربية ومساحة، او بدل المساحه هنا جايب قطر الانبوبه، او يعني مصعب المساله في حاجه بسيطه صغيره، وجايب لي عجله الجاذبيه الارضيه وكتله السياره. ما دام بيتكلم عن سياره وخدمه الغسيل بتاعتها والمحطه، على طول اعرف ان دي مساله على المكبس الهيدروليكي، عشان انا يعني كل مدى باخد مسائل اكتر، فعشان دماغي ما تتلخبطش. طب انا هعمل ايه بقى؟ ابدا، احنا خدنا القانون بتاعي بتاع الفائده الاليه اللي هو ايه؟ اف كابيتال على اف سمول بتساوي ايه كابيتال على ايه سمول. الاف الكبيره اللي هي عندي ايه هنا، قايل ايه؟ جايب كتله السياره وجايب العجله. احنا اتفقنا قبل كده قلنا في الحلقه السابقه ان اف بتساوي ام في جي، يبقى انا عندي الاف الكبيره اللي هي بتاعه السياره اللي هي 1800 في ايه؟ في ال 10. طيب في ايه تاني بقى؟ الايه هو مديني المساحه؟ لا، ده هو مصعب عليا شويه بقى صغيره. جايب قطر الانبوبه، الانبوبه بتاعت الهواء المضغوط ده قطرها. طب انا القطر انا مالي بالقطر، انا عايز مساحه ايه؟ طب حد يعرف المساحه؟ ها، مساحه الدايره هي باي ار تربيع، اللي هي طه نق تربيع بتاعت زمان واحنا صغيرين. بس انا عايز ار، مين هو ار؟ هو نصف القطر، لكن هنا في المساله مدي قطر، يبقى انا هقسم الرقم على كام؟ على 2. دي نمره 1، نمره 2 مدي بالسنتي مربع. احنا ما عندناش بالسنتي، احنا تبع النظام المتر الدولي، بحول من سنتي لمتر، يبقى هقسم على 100 في 100 مرتين. ليه؟ لانه مربع، او في ناس ما بتحبش القسمه تضرب فوق في 10 اس سالب 4، الاثنين صح. ليه انا ليه 4؟ لان انا بحول من سنتي مربع لمتر مربع، من سنتي لمتر 100 ومن سنتي لمتر الاخر 100، يبقى انا في ايه؟ 4 اصفار. طيب يبقى انا عندي اهوت الانبوبه الاولانيه 2 سم، هقسم على 1 سوري هقسم على 2 هتبقى بواحد. المكبس الكبير اللي هي المفروض ايه كابتن، القطر بتاعها ايه 32 سنتيمتر مربع، 32 يعني هاخد ايه 16 نصها، واحولها برضو الى الايه المتر مربع. نشوف كده المساله. اول حاجه هنكتب القانون عشان نعوض، اف كابتل على اف سمول بتساوي ايه كابتل على ايه سمول. الاف احنا اتفقنا اللي هي الكتله بتاعت السياره كانت 1800 في 10 عجله الجاذبيه. هو كان عايز ايه؟ عايز اللي هي ايه الاف السمول، طبعا لازم انا اجيبها لو انا ايه هجيب الاليه الفائده الاليه بتاعتي، لو مش عايزها خلاص عايز ايه القوه الصغيره بتساوي ايه كابتل على ايه سمول. ايه كابتل اتفقنا القطر انا هعمل ايه عشان اجيبه؟ هيبقى باي ار تربيع، هنا في 2 وفي 1، يعني ايه 2 و1 تحت اسفل؟ طبعا انا عندي قطرين بتاع انبوبتين، فالانبوبه اللي هي الكبيره وفي الانبوبه الصغيره، الكبيره اللي هي ار 2 والار 1 اللي هي الانبوبه الصغيره. طيب انا هحول بقى لمتر مربع، تبقى ايه؟ 18000 اللي هي الاف الكبيره على اف سمول بتساوي الباي طبعا اللي هي طه اللي هي 3.14 من 100 في الرقم اللي عندي دوت لما حولت الايه لمتر تربيع الايه كابيتال، والايه سمول طبعا الرقم باين ان هو اصغر لان ايه مساحه مقطعها اقل، باي في 1/10000. طب انا عايز ايه؟ عايز اف سمول، هعمل ايه؟ هضرب مقص، هقول اف سمول بتساوي 18000 في الباي هتتشطب مع بعض لان في بسط ومقام، في 1/10000 على ال 256/10000. نشوف كده التعويض، مش واش خالص، ابص الاقيه
بيقول لي ايه يعني الاف عشان اجيبها اضرب 1018000 في الرقم اللي تحت اللي هو 1 في 10000 على اللي ايه 256 من 10000، هيديني بالآلة اف بتساوي 70.3 نيوتن. يبقى انا كده حددت القوة اللي هو ايه عايزها. طيب انا عرفت منين ان هو عايز اف سمول مش اف كابيتال؟ هو مديني السيارة، السيارة وزنها، وزنها كتلتها اللي هو القوة بتاعتها، ده الوزن بتاع الايه السيارة. طب انا عارف ان وزن السيارة هو الايه القوة، ودي كبيرة يعني 1800 كبيرة، فعشرة طبعا دي اللي هي اف الكابيتال. طب اف سمول هو عايز القوة اللي بترفع السيارة، اللي هي يقصد بيها اللي بتدوس على الدواسة، اللي هي يبقى اف سمول هي رجلي انا، عشان ايه في ناس ايه بتبقى متلخبط. هي كلمه العربيه وزن العربيه كتلتها قوتها، يبقى دي الايه الاف الكابيتال. وعندي بعد كده انبوبتين مساحه صغيره ومساحه كبيره بعوض وايه اجيبها. وحده قياس القوه ايه زي ما خدنا في سنه اولى بالنيوتن، يبقى اف بقول الرقم بتاعي نيوتن. طبعا في سنه ثانيه في ارقام كتيره عشريه، يعني ممكن اقرب مثلا 70.3 ايه ده يكفي. نشوف مثال تاني، عايز حاجه تانيه. بيقول ايه مكبس مائي مساحه مكبسه الصغير 4 سنتيمتر مربع، مديني المساحه بقى مش مديني القطر، يعني مديني ايه سمول 4 سنتي. طب سنتي متر مربع ده 4، انا عامل ايه؟ يا اما هقسم على 10000 او اضرب في 10 سالب 4، تؤثر عليه قوه قدرها 200 نيوتن. هو مين؟ المكبس الصغير، يبقى دي ايه ايه سمول. انا لما اجي احل مساله اطلع معطياتها ورا المساله مره واثنين وثلاثه. ليه؟ انا ممكن في لحظه الخبط، ما انا عندي مساحه كبيره ومساحه صغيره وقوه صغيره وقوه كبيره. لا هو بيقول لي ببساطه جدا عندي مكبس صغير يبقى ده ايه سمول، بتاثر عليه هو قوه يبقى دي اف سمول. بعد كده بيقول ايه ومساحه المكبس الكبير يبقى دي ايه كابيتال ب 1200 سنتيمتر مربع. برضو ال 1200 دول هحولهم ايه لمتر تربيع، يبقى لازم اقسم على 10000 او اضرب فوق في 10 اس سالب 4. فاذا علمت ان عجله السقوط الحر ده جي، معنى كده ان هو الاف كبيره مش موجوده، الاف كبيره مش موجوده بتساوي 10 متر على الثانيه تربيع. يبقى هو مديني معطيات سمول واف كابيتال، سوري اف سمول ومساحه مكبس كبير اللي هي ايه كابيتال، ومش مديني اف كابيتال، مديني من الاف جي بس. انا اتفقنا قبل كده ان الاف بتساوي ام في جي تبع لقانون نيوتن الايه الثاني. نشوف المطلوب من المساله. اول مطلوب عايز اكبر كتله يمكن رفعها بواسطه المكبس الكبير، اكبر كتله اللي هي ام. طب ام دي جايبها منين؟ احنا اتفقنا اكبر كتله يعني بتاعه السياره، يبقى معنى كده ان اف الكبيره هي دي اللي فيها ام الكبيره. طب هو مديني هنا عجله السقوط الحر اللي هي 10، يعني اف يساوي ام في جي، الام مجهوله في ال 10 بتاعتي. ده اول مطلوب وهنجيبه ببساطه جدا. تاني مطلوب بقى هو طالب الفائده الاليه. ايه هي الفائده الاليه؟ اللي هي النسبه بين مساحه المقطع الكبير او المكبس الكبير على مساحه المكبس الصغير. نشوف كده الحل ببساطه. هنقول ايه؟ اف كابيتال على اف سمول بتساوي ايه كابيتال على ايه سمول. اف كابيتال قلنا احنا مش مجهوله مين الايه الكتله، فعوضنا عن الكتله هي بام سمول الماس بتاعتي في 10 اللي هي جرافتي عجله الجاذبيه على 200. مين ال 200؟ هي القوه المؤثره على المكبس الصغير بتساوي ايه كابيتال، حولناها طبعا لمتر مربع بقت 12 من 100، على ايه سمول 4 في 10 اس سالب 4 عشان تحولت لمتر مربع. طيب ببساطه جدا عايز الام، طبعا في بسط ومقام، يعني هضرب مين؟ هضرب ال 200 في ال 12 من 100 على ال 10 في 4 في 10 سالب 4 عشان اجيب الام اهي. يبقى الام بتساوي طبعا خطوه خطوه، عشان لو اتلخبطت استعجلت ابص ده ايه في خطوه وقعت مني، لا خطوات. حتى في بعض الاحيان بيبقى في طلبه الخطوه الاخيره بتبقى غلط، الناتج غلط، استعجل او كده. احنا بنحاسب دايما في الفيزياء على الخطوات، قانون
تعويض، بمشي خطوه خطوه. فممكن انت تاخد مثلا 3 4 درجه لو انت وصلت ايه بشويش وانت ايه بتعدي. لكن لو انا استعجلت عشان انا مستعجل، لا، الوقت بيبقى طويل معايا في الامتحان. والماده سهله جدا جدا ولذيذه عن اي مواد تانية، بس الواحد ايه يقدر يحبها ويقدر ايه يحل فيها. فبقول ان ام بتساوي 200 في 12 من 100 على 10 في 4 في 10 سالب 4. طبعا سهله جدا لما اقسمها بالاله هتطلع ام بكام؟ ب 6000 كيلو جرام. طبعا وحده قياس الكتله بالكيلو جرام، دي هي اكبر كتله كان عايزها. طب هو عايز ايه تاني من المطلوب التاني؟ قال الفائده الاليه، اللي هي ايه الفائده الاليه؟ اللي هي ايه؟ كابيتال على ايه؟ سمول. في بعض الطلبه بتقول لا، طب انا ممكن اعمل اف كابيتال على اف سمول. تمشي، مش هنقول لا، هي تطلع، لان احنا اصلا القانون بيقول ايه؟ اف كابيتال على اف سمول بتساوي ايه؟ كابيتال على ايه؟ سمول. فماشي تمشي، ما تقولش لا. بس احنا دايما الفائده الاليه بنقول، بنحاول ان هي نقول عشان تعرفها، بيقول النسبه بين مساحه المكبس الكبير الى مساحه المكبس الصغير. يبقى ايه كابيتال على اس مول؟ بتساوي 12 من 100 على 4 في 10 اس سالب 4. ببساطه جدا لو قسمت على الاله هتطلع بتساوي 300. طب 300 ايه؟ كيلو جرام، متر، متر مكعب، نيوتن؟ لا، احنا اتفقنا اي حاجه فيها كلمه نسبه ليس لها وحدة قياس. النسب ليس لها وحدة قياس. يبقى النسبة بين مساحة المكبس الكبير إلى مساحة المكبس الصغير اللي هي بنسميها الفائدة الآلية للمكبس بتساوي 300. وكده يبقى أنا حليت الإيه؟ المطلوبين، أكبر كتلة اللي هي الفائدة الآلية للمكبس. ده قاعدة باسكال، وده العالم بتاعي اللي اكتشف، واللي هي قاعدة باسكال واستخدمناها في حياتنا وفي تطبيقاتنا كتير جدا. دلوقتي يعني في علاقه بين الفيزياء اللي بدرسها وبين العالم اللي انا عايش فيه. محدش يقول لا الفيزياء ملهاش لازمه، لا الفيزياء مهمه جدا، وبتلاقيها في حاجات كتيره جدا في حياتك. يعني زي النهارده ما اتكلمنا، الحصه اللي فاتت اتكلمنا عن الضغط، احنا عايشين في ضغط اذا كان مرتفع او منخفض. النهارده اتكلمنا عن كرسي الدكتور الاسنان او العربيه او الكوريك او العربيه لما برفعها في الجراج. كل ده ما هو ده في تطبيقات في حياتي بستخدمها في حياتي. هنتكلم عن حاجه ثانيه من خصائص المواقع الساكنة، قانون الطفو. الطفو الحاجة بتطفو على سطح الماء. زي ايه؟ قطعة من الفلين، فل، قطعة خشبية، قطعة تلج. ما باجي اعمل عصير، بعمل عصير ومستعجلة او جالي جوف فجأة، اروح حاطط قطعتين او ثلاثة من التلج، بص الاقي التلج بايه؟ بيطفو على سطح الماء. ممكن قطعة خشبية برضو ده بيطفو. طب هي كل الاجسام بتطفو على سطح الماء؟ لا طبعا، انا لو حطيت مسمار او جنيه حاجه معدنيه ابص الاقيها ايه؟ تغوص الى قاع الماء. معنى كده ان مش كل الاجسام بتطفو، لا، في اجسام بتطفو وفي اجسام بتغوص. العالم اللي اكتشف الكلام ده اسمه ارخميدس، او هو ده اسمه الاساسي، بس احنا هنا بنعدل فيه شويه بنسميه ارشميدس. العالم ارشميدس ده اكتشف بالصدفه اللي هو قانون الطفو. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان كان في ملك ادى كتلة ذهب، اداها للصنع بتاعه وقال له انا عايز تاج حلو من الذهب ده، يبقى ذهب خالص. فجه عمله له العامل بتاعه، ولما جه يلبسه حس ان هو مش كل كمية الذهب اللي هو اداها للراجل، حس ان هو يعني ايه سرقه. فقعد يفكر يعمل ايه. فكان العالم ده مشهور جدا جدا، فجه الارشميدس قال له انا عايزك تعرف هل هذا التاج فعلا من الذهب الخالص ولا لا. وابتدى فعلا ارشميدس عمال يفكر، يبص التاج، هو انا هعمل ايه؟ لما هو خلاص اتعمل، انا مش هقدر اكسره ومش هقدر احلل المواد اللي استعمل فيه. لو حط حاجه تانية، عمل مثلا سبيكه من النحاس مثلا والذهب، او هي مش باينه، هو باين ان التاج سليم قصادي. قعد يفكر، فاثناء دخل ياخد حمام، وهو لما غاص في الميه زي ما هنشوف في الفيديو لقى ان الماء، في ماء بينسكب من جدران الاناء. ايه ده بينسكب ليه؟ فاكتشف ان لو انا حطيت جسم مثلا، جبت اناء كوبايه فيها سائل زي الميه للاخر، وجبت طبق فاضي، وجبت اي جسم عندي مثلا زي ليمونه عشان الكوبايه ما تتكسرش، وحطيتها بحرص، ببص اللي بيحصل لما بحط الجسم دوت بينزل في قاع الماء، وابص الاقي فيه ميه زياده بتنسكب او تنزاح من جدران الكوبايه. لو انا عندي ميزان
ابص الاقي كميه الميه اللي انزاحت هي هي قد كميه الكتله بتاعه الايه الليمونه. معنى كده ان في علاقه بينهم. نشوف بقى ارشميدس عمل ايه وبعد كده اخترع اجي ارشميدس واخد التاج بتاعه بتاع الملك وابتدى يفكر هيعمل ايه. طبعا هو مش قادر يعني يحدد اذا كان صانع التاج ان كان حرامي او لا. فابتدى ان هو يفكر وبعد كده راح قال ايه يبتدي ان هو ياخد حمام دافي كده ويبتدي يفكر في اللي طلبه منه الملك. زي ما احنا شايفين لما ابتدى ينزل جسمه في حوض حمام السباحه بصيت لقينا سائل ابتدى ينزاح اهو ابتدى ينزل. طبعا هو هيبتدي ياخد باله ان الميه بتنزل. طب الميه دي نزلت ليه؟ هيبتدي يحرك جسمه يعني يخرج شويه كده وينزل تاني ويشوف الميه اللي بتنسكب دي او اللي هي بتنزل من الاناء. فببص الاقي السائل اهو بينزاح او بيقعد يحرك كده. طبعا ببساطه جدا هيبتدي يكتشف ان في علاقه بين الكلام ده. بصوا بيعمل ايه، كل ما يغوص اكتر كل ما السائل اللي بينزاح بيبقى كبير. معنى كده في علاقه بين وزنه وبين اللي هي الماء المنزاح. فقعد يفكر فقال طب هو ممكن نعمل ايه، انا اشوف التاج ده هل فعلا لو نزل في الميه هل هتنسكب منه كميه كبيره من الميه تساوي وزنه ولا لا. فقعد يفكر. طبعا كلنا عارفين الكلمه اللي هي الشهيره بتاعته اللي هي وجدتها. طبعا بيخرج بيقول انا فعلا اقدر احدد الكلام ده صح ولا لا، ويعرف اذا كان فعلا الذهب كان مصنوع التاج من الذهب الخالص ولا لا. طبعا بيحط السائل فبيكتشف ان فيه كميه من السائل بتنزاح. فقعد يفكر يعمل ايه. طبعا بسهوله جدا ابتدى يعمل القاعده بتاعه ارشميدس او ارخميدس. سهل جدا ان انا ممكن اجيب قطعه زي ما قلنا من شويه في الليل بتطفو على سطح الماء، وممكن بسهوله ان انا ارفع جسم في الهواء. يا ترى يبقى اسهل واخف وزنا ولا الجسم اللي موجود في ميه؟ قال لي لا، امكان او امكانيه رفع جسم بسهوله عندما يكون مغمور تحت سطح الماء، بينما يكون من الصعب رفعه في الهواء. يعني الميه انا بتهيالي الميه تقله اكتر. قال لي لا، اصل في الميه حاجه اسمها قوه دفع السائل، دي اللي اكتشفها ارشميدس. حاجه اسمها قوه دفع السائل اللي هي اف بي زي ما هنشوف دلوقتي. هي دي بترفع معايا الجسم وبالتالي بحس بالحمل بتاعي او الوزن بتاعي بيقل. الحاجه الثانيه احنا قلنا اللي هي طفو قطعه من الفلين على سطح الماء. طبعا بسهوله جدا انا اقدر قطعه الفلين ان انا تطفو على سطح الميه، وزي ما قلنا من شويه ان انا اقدر احدد اللي هي كان جسم خفيف او تقيل، وبقدر اشوف زي مثلا قطعه الفلين او اذا كان ممكن كرة صغيرة جدا. ممكن كمان في عندي قطعة تلج زي ما قلنا من شوية اللي هي بتاعت عصير، ممكن قطعة خشبية، ممكن قطعة من البلاستيك تبقى خفيفة جدا فبتطفو على سطح الماء. ايه السبب بقى اللي هي بتطفو على سطح الماء؟ جه أرشميدس قال انا هعمل اثبات او استنتاج يحدد بيه ازاي الجسم لما هو نزل في الماء والماء انسكب نتيجة لوزنه. فقال ببساطة جدا انا هعمل هجيب اسطوانة، والاسطوانة دي ادخل فيها اسطوانة اخرى وفيها سائل، واثر. طبعا انا مجرد ما بحط الاسطوانتين جوه بعض وفيهم سائل في قوة بتتكون من الجناب، واحد يمين واحد شمال، وفي قوة من اعلى وفي قوة من اسفل في جميع الاتجاهات. القوة اللي هي الافقية بتتلاشى. يعني ايه بتتلاشى؟ قوه من اليمين لليسار ومن اليسار لليمين والاثنين متساويتين ما دام في حاله اتزان.
يعني مثلا لو دي بخمسة نيوتن دي بسالب خمسة، لو جمعتهم يبقى النتيجة ايه؟ صفر. يبقى معنى كده الجسم يفضل في مكانه. لكن في قوة بقى رأسية من اعلى الى اسفل ومن اسفل الى اعلى. انا لما بحط اي جسم فيه سائل، زي مثلا فكرة الليمونة من شوية، لو حطيت الليمونة في السائل اللي عندي المية، ببص الاقي ان هي ايه، ليها وزن، ليها وزن، يبقى الوزن ده ايه، من اعلى الى اسفل. طيب لو انا حطيت جسم خفيف، يبقى فيه ميه دي قلنا فيها قوه دفع السائل، هتعمل ايه، هترفعه من اسفل الى اعلى، يبقى انا عندي فيه قوه من اعلى الى اسفل ومن اسفل الى اعلى. لما نشوف كده مع بعضنا الاستنتاج او الاثبات، يجي يقول لي اثبت ان قوه دفع السائل على الجسم تساوي وزن السائل المزاح. احنا قلنا في قوه، الجسم بيتاثر بقوه راسيه الى اسفل، هي وزن الاسطوانه اللي عندي، يعني وزن الاسطوانه بيساوي القوه دي. ايه هي وزن الاسطوانه؟ احنا خدنا الوزن في سنه اولى اللي هو دبليو بيساوي رو في 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 في, في جي. جه منين؟ دبليو هو الوزن بيساوي كلمه قوه، ما احنا بنقول الوزن هو قوه، القوه اللي هي اف اللي هي بتساوي ام في جي. طب احنا خدنا الاف جي بتساوي الام، الام خدناها في الحلقه السابقه اللي هي بتساوي رو في في، والجي اللي هي عجله الجاذبيه. انا هنا بثبت ايه؟ بقول ان الوزن بتاع الجسم بيساوي القوه اللي هي الراسيه الى اسفل نتيجه ايه، ان الاسطوانه موجوده في السائل اللي عندي، يبقى دبليو بيساوي رو في 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 جي. طيب انا عندي قوه ثانيه، قال لي اه في قوه راسيه الى اسفل نتيجه جايه منين؟ من ضغط السائل من اعلى الى اسفل لتحت، يعني في قوه تانية لتحت. احنا كده في وزن الجسم وفي قوه اخرى. طب القوه احنا اتفقنا هي رمزها ايه؟ اللي هي اف. انا عندي القوه دي لاسفل، اه لان في قوه تانية ايه، من اعلى الى اسفل، في قوه من اسفل الى اعلى، فعشان كده هنسمي اف 1 بتساوي بي 1 في ايه. طب هي القوه احنا اتفقنا قبل كده بتساوي ايه؟ انا مش فاكر، بس احنا خدنا في الحلقه السابقه ان بي اللي هو الضغط بيساوي اف في ايه، الضغط بيساوي اف في ايه. فلو انا عايز اجيب الاف يبقى هعمل مقص، يبقى الاف بتساوي البي في الاي. بالنسبه عشان دي القوه الاولى، فانا هقول اف 1 بتساوي بي 1 في ايه. طب هعوض عن بي بايه؟ خدناها في الحلقه السابقه برضو اللي هو ضغط السائل اللي هو رو في جي في اتش، ده الضغط بتاع السائل، رو اللي هي كثافه السائل، جي جرافتي بتاعتي، اتش 1 ليه اتش 1؟ لان هنا في بي 1 وفي اف 1، فانا بحدد الاتش، ايه اللي هي مساحه السطح اللي عندي. طيب في قوه تاني؟ اه في قوه راسيه الى اعلى نتيجه لايه؟ ضغط السائل بيضغط الجسم ده او الاسطوانه عايز يرفعه لاعلى، يبقى من اسفل الى اعلى، التاني كان من اعلى الى اسفل، يبقى الاثنين عكس بعض. طب دي قوه برضو، فهنقول اف ايه؟ هنقول اف 2 بتساوي بي 2 في ايه. الايه ما بتتغيرش ليه؟ هي مساحه الاسطوانه اللي عندي، لكن اللي بيتغير القوه اذا كانت راسيه من اعلى الى اسفل او من اسفل الى اعلى. طب هنقول ايه بقى؟ هنقول اف 2 بتساوي بي 2 في ايه، بتساوي رو في جي في اتش 2 في ايه اللي هي المساحه. يبقى انا كده عملت ايه؟ حددت القوة اللي موجوده بتؤثر على الاسطوانه. نمرة واحد الوزن، الويت بتاعي. نمرة اتنين اللي هو وزن الجسم. نمرة اتنين القوة الرأسية من ايه؟ من أعلى إلى أسفل نتيجة ايه؟ لضغط السائل. طب أنا عايز من أعلى إلى أسفل؟ اه ده في كمان من أسفل إلى أعلى، بتحاول ترفع الجسم أو الأسطوانة اللي عندي. طب يعني أنا معنى كده أنا عندي ثلاث حاجات، عندي وزن الأسفل، وعندي القوة الأولى الأسفل، والقوة الثانية لأعلى. أعمل ايه؟ عشان الجسم متزن فهساوي الاف 2 بتساوي اف 1 زائد الويت بتاعي او الوزن بتاعي. نشوف محصله القوه بقى اللي انا قلته، اللي هي اف 2 بتساوي اف 1 زائد الايه؟ الدبليو اللي هو الويت. طب انا عايز اعمل ايه؟ هحول الوزن ده انا عايزه لوحده، ليه؟ عشان انا عايز اقول ان ارشميدس قال ان في حاجه اسمها قوه دفع السائل بتساوي وزن الجسم، يبقى الويت انا عايزه لوحده، فحول الاف 1 الناحيه الثانيه. نشوف مع بعض كده، هقول ايه؟ اف 2 سالب اف 1، انا وادي اف 1 باشاره مخالفه، بتساوي الويت بتاعي الوزن. يبقى انا كده عشان ايه احدد اف 2 وايه واف 1. طب اف 2 واف 1 دي عباره عن ايه؟
اللي هي محصلة القوة اللي بتؤثر بها السائل على الجسم. محصلة القوة يعني محصلة، ممكن في بعض الأحيان بتبقى مجموعة أو مطروحة. هنا إحنا مطروحة ليه؟ عشان أنا حولت F1 من الموجب إلى سالب في الاتجاه الآخر، بتساوي قوة دفع السائل. طب أنا هعوض هعمل إيه؟ هقول اللي هو وزن الجسم اللي أنا عايزه، أنا عايز وزن الجسم ده، هو القوة اللي بيؤثر بها الجسم على السائل أنا بيضغط عليها، بتساوي إيه؟ هعوض عن F2 باللي هو بما يساويه من المعادلات السابقة، رو في جي في H2 A. H2 ليه؟ أنا F2 اللي هي القوة التانية، سالب اللي هي F1، تعوضها بيقول إيه؟ رو في جي في H1 في A بيساوي رو في V في جي. مين رو في جي؟ اللي هو الويت، الوزن بتاعي اللي هي في الأول الإثبات خالص. يبقى كده أنا بعمل إيه؟ بقول إن القوتين اللي هي من أعلى إلى أسفل أو من أسفل إلى أعلى بيساوي وزن الجسم. طب أنا هعمل إيه بقى؟ هاخد عامل مشترك اللي هي ايه؟ الرو والجي والاي، يتبقى ايه من في المعادله؟ يتبقى اي 2 ناقص اي 1 في كوس كده. انا خدت عامل مشترك الرو كثافه وعجله الجاذبيه والايه والمساحه، يتبقى في المعادله الاولانيه النص اللي هو على الشمال ايه اتش 2 ناقص اتش 1 بين قوسين بيساوي اللي هو الوزن بتاعي الويت بتاعي اللي هو رو في 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 جي. طب اتش 2 ناقص اتش 1 اللي هو H، اللي هو ايه حاصل ايه طرح الارتفاعين اللي هو H. يبقى معنى كده رو في جي في A في H الارتفاع بيساوي رو في V في جي. طب ده غير ده، هو ده ينفع يساوي ده؟ بص يا ولاد، احنا خدنا الحصة اللي فاتت A في H هي عبارة عن ايه؟ الفوليوم، فاكرين ما قلنا ايه؟ X في Y في H لما جيت احدد وعين الضغط في باطن سائل، فقلنا ان هو الفوليوم بيساوي المساحة في الارتفاع. يعني انا اقدر اشيل ال A وال H واحط مكانهم ال A ال V. اذا رو في G في V بيساوي رو في V في G. معنى كده ايه بقى؟ ارشميدس وصل لايه؟ ان وزن الجسم بيساوي قوة دفع السائل. ده في حالة الاتزان. لو عندي حالة اتزان اللي هي مثلا زي المراكب، المركب بيبقى في حاله اتزان، انا بشوف المركب مثلا عايم على وش الميه، لكن هل الجسم بتاع المركب كله او الباخره او السفينه كلها عايم على وش الميه؟ لا، في جزء بيبقى اسفل الماء وفي جزء اعلى الماء. يبقى وصل ارشميدس ان في حاجه اسمها قوه دفع السائل وفي حاجه اسمها وزن الجسم. بتقول ايه بقى النص بتاع قاعده ارشميدس؟ ده اثبات اللي احنا اثبتناه. لا، قاعده ارشميدس بيقول ايه؟ الجسم المغمور كليا او جزئيا في مائع يكون مدفوعا بقوه من اسفل الى اعلى، وهذه القوه تعادل وزن حجم المائع. يعني ايه؟ يعني الجسم اللي هو مغمور يعني محطوط في الماء كله كليا او جزئيا، يعني المسمار كليا، السفنجه او قطعه التلج او قطعه الخشبيه ده جزئيا، جزء في الميه وجزء للهواء، الجسمين بيكونوا مدفوعين بقوه، القوه دي موجوده في الماء اللي هي ايه؟ قوه دفع السائل، بتبقى منين لفين؟ من اسفل الى اعلى، ويطلق عليها اف بي. يعني ايه اف بي؟ اف قوه، واللي هي نقول قوه دفع السائل اللي هي الايه؟ البي بتاعتي، وهذه تعادل يعني بتساوي وزن حجم المائع اللي عندي. ببساطه جدا اللي انا قلت عليها اللي هي كوب الماء، واجيب اي جسم هملك كوب للاخر، واجيب اي جسم اروح حطه، وبعمل ايه؟ انا بقى فعلا عايز اثبت الكلام ده، ان الجسم اللي انا حطيته هو بيساوي وزن السائل اللي نزل. وفعلا لو انا عندي ميزان هلاقي الاثنين قد بعض، ودي قاعده ارشميدس وطبقناها في حياتنا. طيب لو انا عندي جسم بقى معلق في السائل، يعني ايه معلق؟ عايم على وش الميه زي قطعه الفلين، قطعه خشبيه زي قطعه التلج. طب هو وزنه ايه؟ وزنه خفيف ولا تقيل؟ لا اكيد، ما دام هو معلق على سطح الماء يبقى الوزن بتاعه خفيف جدا. معنى كده ان الميه قدرت تشيله، يعني قوه الدفع اكبر من وزن الجسم. بنشوف المعادله، عندها يكون وزن الجسم بيساوي قوه دفع السائل اللي هي اف بي بتساوي دبليو اس. ده امتى؟ لما يكون اللي هي في حاله المراكب، ده في حاله الايه؟ المركب او السفينه.
بيبقى الجسم متزن او في حاله استقرار زي ما هنقول بعد شويه، يبقى الوزن بتاعه بيساوي قوه الدفع السائل، يعني الجزء اللي فوق الميه بيساوي الجزء اللي اسفل الماء، اللي هي بنسميها وزن الجسم بيساوي قوه الدفع السائل. طب لما يكون الجسم بقى يطفو على سطح الميه فوق خالص، اللي هي زي قطعه الخشب الصغيره، احط عود كبريت صغير كده او حته فله، ابص ايه بيطفو على سطح الميه لان وزنه خفيف. معنى ان وزنه خفيف يبقى الميه بتقدر تشيله، يبقى قوه الدفع السائل اكبر من وزن الجسم. طب لو انا عايز بالرموز هقول ان الاف بي اللي هي القوه بتاعه السائل اكبر من الدبليو اس. مين الدبليو اس؟ دبليو يعني وزن، اس اللي هو الجسم الصلب اللي هو السوليد، يبقى اف بي اكبر من وزن الجسم. ممكن اوجد جدا في الامتحان يجي اكمل ما ياتي او اختار، يطفو الجسم على السطح عندما يكون قوه الدفع السائل، ويسيبها تكمل انت. امتى بيطفو؟ لما تكون قوه الدفع السائل اكبر من وزن الجسم. اذكر بالمعادله هنقول ان ايه اف بي اكبر من دبليو اس. طب الحاله الثانيه لو هو بيغوص في الماء، زي قلنا مين؟ زي المسمار، زي اي قطعه معدنيه. لو غاز الجسم في الماء يبقى وزنه كبير. طب لما يكون وزنه كبير يبقى الميه مش قادره تشيله، يبقى قوه الدفع هي ايه؟ اقل. فهنقول عندها يكون وزن الجسم اكبر من قوه الدفع السائل، وده لما يكون الجسم ايه؟ معدني، انا حطيته في السائل او في الماء. طب المعادله بتاعته ايه؟ عكس اللي فاتت على طول، يطفو يبقى الجسم خفيف يبقى الميه شايلاه، يغوص يبقى الجسم تقيل الميه مش قادره تشيله. عملتش كده؟ وعشان كده بنقول ان دبليو اس ايه اكبر من ايه؟ الاف بي. طيب هنا ببساطه ممكن اشوف السفينه وهي بتغوص، ونشوف الاجسام الخفيفه والجسم لما يكون ايه؟ تقيل. طبعا ده بالون خفيف جدا، طبعا بيطفو على سطح الميه. لو انا اثرت عليه بايدي طبعا هيغوص، انا اثرت بايدي وانا زودت الايه؟ الويت بتاعه، الوزن بتاعه. لكن بمجرد ما برفع ايدي بتقدر ايه؟ الميه بتشيله، يبقى معنى كده ده جسم يطفو على سطح الماء، يبقى قوه دفع السائل بتاعته كبيره عن الوزن. طب هو رمى مسمار، المسمار حصل له ايه؟ غاص في السائل اللي عندي، معنى كده ان وزنه كبير، يبقى الميه مش قادره تشيله، يبقى قوه دفع السائل بتبقى ايه؟ قليله جدا لان الوزن ايه؟ اكبر. ده في حاله ان هو يغوص في السائل، يبقى انا عندي مقارنه بين اليغوص وبين الايه؟ اليطفو. طيب بنيجي بقى للسفينه، الباخره، مركبه، اي حاجه من الحاجات دي بتطفو على سطح الماء، بتمشي، هي مش طافيه قوي، بس انا ايه بلاقيها ماشيه على سطح الميه. ليه؟ اه في قوه دفع السائل بيحاول ان هو يدفع من اسفل الى اعلى. لكن طبعا اي باخره او اي مركبه ليها ايه؟ وزن، فوزنها بيبقى ايه؟ كبير مش صغير. اذا تعادل وزن الجسم مع قوه دفع السائل ببص الاقي يحصل حاله ايه؟ اتزان. وده اللي بيحصل لما بتبقى ماشيه مركبه، وبنكون بنركب مراكب او سفينه او باخره، بلاقي المركبه رغم انها كبيره جدا وتقيله جدا وفيها اشخاص وفي بعض اليخوت والمراكب فيها طبعا غرف نوم وفي اكل وفي ترابيزات وتقل كبير، المركبه رغم كده ان هي بتطفو على سطح الميه وبتمشي على سطح الميه. ايه اللي بيحصل؟ قال لي اكيد بيبقى احنا عاملين في بعض الخزانات بيبقى فيها بعض الماء من تحت، ويحصل اتزان بينهم وبين بعض، الجزء اللي فوق سطح الماء بيساوي الجزء اللي تحت سطح الماء، يعني معنى كده حاله الاستقرار اللي هو الاجسام بتبقى يا اما وزن الجسم اللي هو الدبليو اس بيساوي الاف بي اللي هي قوه الدفع السائل. فبعض الاحيان انا بتقل الوزن، وده بيحصل في الهجره الايه؟ الغير شرعيه. في الهجره الغير شرعيه بيحصل ايه؟ مثلا شويه شباب عايزين يسافروا في اي مكان فبيركبوا اللي هي المراكب، اللي بيحصل وزن طبعا المراكبي بيحب ان هو يكسب اكتر، فبيركب عدد اكبر من الوزن المفروض، بدل مثلا ما يبقى عايز 200 كيلو لا يحط مثلا 300، ما هو بيكسب اكتر. اللي بيحصل الوزن من فوق بيبقى ايه؟ اتقل اكبر، لكن الميه مش قادره تشيل بقوه الدفع ده. فايه اللي بيحصل؟ من نتيجه ان مفيش اتزان الوزن اكبر، فبيعمل زي المسمار بتتقلب المركبه وبتقع، وبالتالي بيحصل عدم اتزان وبيبقى فيه
اختلال في الايه في الوزن، يبقى معنى كده ان انا ايه لازم احرص جدا ان انا يبقى في اتزان بين الجسم اللي يطفو على سطح الماء او الجسم اللي هو نتيجه لقوه دفع السائل. طبعا احنا النهارده خدنا حاجات كتيره، خدنا درسنا مع بعضينا قاعده باسكال، والعالم باسكال عمل قاعده مهمه جدا جدا واستخدمناها في حياتنا، اذا كان فرامل السياره او الكوريك او الكرسي بتاع طبيب الاسنان. وقدرت اعرف ان انا لو زودت الضغط بيزداد بسرعه كبيره جدا، وبالتالي العربيه بتقف في ثواني، علشان ان انا مجرد ما زودت الضغط ابتدى ينتقل بسرعه كبيره الى المكبس الكبير، ووقف السياره مهما كان حجمها، اذا كانت تريلا كبيره او عربيه صغيره او ايا كان. وقدرت اعرف كمان ان في عالم اسمه ارخميدس او ارشميدس قال ان في قوانين للطفو، الجسم بيطفو على سطح الميه او يبقى معلق او يبقى يغوص على سطح الماء. الجسم اللي بيطفو اللي هو الجسم الخفيف، معنى خفيف يعني وزنه قليل، والجسم التقيل طبعا اللي هو وزنه كبير. طبعا الحلقه بتاعتنا كانت شيقه جدا، واتمنى تكونوا استفدتوا منها، وان شاء الله القاكم في حلقه قادمه. الى اللقاء، سلام.